صدق ولا بد أن تصدق. البابا كيرلس وهو راهب كان اسمه أبونا المتوحد، وكان عايش في مغارة يمكن معظمكم شافها جنب دير البراموس، تبعد حوالي 3 كيلو عن دير البراموس. فالبابا يؤنس 19 بابا الكنيسة راح يزور دير البراموس، فقال لرئيس الدير: أنا عاوز أزور أبونا المتوحد. قال له: يا سيدنا أنت كبير في السن، وده جبل، ما كانش طبعا مدق زي دلوقتي بنروح بالعربية لغاية المغار. قال له: سيدنا المشوار صعب على سيدنا والطريق كله رملة. فرد البابا يؤنس 19 وقال له: ليه عاوز تحرمني ان انا ازور السماء؟ اعتبر زيارته لابونا المتوحد زيارة للسماء. فقال له: خلاص يا سيدنا امرك. فابونا رئيس الدير كلف حد من الشباب يجري يقول لابونا مينا يقابل سيدنا البابا في نص السكة، بدل ما يضرب المشوار يقرب لسيدنا المسافة شوية. فالأخ الشاب طلع يجري، وصل لأبونا مينا. أبونا مينا نزل ساب المغارة واتقابل مع البابا يوحنس 19 في نص السكة. فسجد أبونا مينا وقال للبابا يوحنس 19، قال له: كتير عليا إنك تجيني لغاية المغارة، كتير قوي. فرد البابا يوحنس 19 وقال له: انا مش جاي ازورك انت وبس، انا جاي ازور السماء اللي انت عايش فيها. قال له: يا سيدنا اديني شفتك. قال له: لا، لازم اخش مغارتك واقعد على الحصيره اللي انت بتقعد عليها واخد بركه من المكان اللي انت عايش فيه. وفعلا اتجهوا كلهم للمغاره بتاعت ابونا مينا المتوحد، وطلع البابا يوحنس 19 وقعد. فالبابا وهو بيقعد وبيحمل على العصايه العكاز اتكسر. قال له: خده يا ابونا مينا، هينفعك في يوم من الايام. وكانت نبوه من البابا يوحنس 19 لابونا مينا المتوحد انه في يوم من الايام هيمسك الايه؟ العكاز. وصدق ولا بد ان ايه؟ ان تصدق. واحد من عين شمس، من محبي البابا كيرلس السادس، بعت يقول ان الاخ ده كان بينه وبين والده محبة كبيرة خالص خالص خالص، بيحب والده جدا. وفي يوم من الايام صحي والده انتقل، فحزن على والده جدا، وقعد طبعا فرط الحزن، والحزن الزيادة وحش. لكن ظهر له البابا كيرلس في الحلم واخد ابوه ده في حضنه، بيقول له: ايه يا ابني انت زعلان ليه يا ابني؟ عاوز تاخده من حضني ليه؟ انت عايز تاخد ابوك من حضني ليه يا ابني؟ اوعى كده. وراح زقه البابا كيرلس راح صحي. فيقول الاخ ممدوح ده: ان انا صحيت لقيت نفسي على السرير، لكن البابا كيرلس حب يقول لي اني ابويا في احضان القديسين. وصدق ولا بد ان ايه؟ ان تصدق. شماس مكرس في كنيسة ماري جرجس بكوس في اسكندرية. هذا الاخ بتاع بكوس بتاع اسكندرية بيقول كان اسمه مخيمر، الاخ ده مخيمر حن عبد الشهيد، ان الاخ ده اتجوز الاخ مخيمر ده وقعد 27 سنة من غير خلف. ففي يوم البابا كيرلس راح غيط العنب دي، فهو مخيمر وطى على سيدنا كده، قال له: سيدنا صلي لي ربنا يديني
انا متجوز ليا 25 سنة وماشي في 26 وما عنديش ولاد. قال له هيدي لك يا ابني، الحضانة بتاعته مليانة عيال كتير قوي، هيدي لك يا ابني. بيقول بعدها بكام شهر مراته حملت، فهي حامل خدها وراح دير مرمين قبل البابا كيرلس. قال له يا سيدنا اتحققت صلواتك، ادينا حاجة بقى سيدنا عشان نحطها على النونو، قونا صليب. قال له لا يا ابني مش مهم يا ابني، انت يا ابني من اسكندرية. قال له ايوه. وازاي يا ابونا؟ بتاع ابونا ابن قسطنطين. قال له الحمد لله يا سيدنا ببركة صلاتك يا سيدنا، مراتي هتولد على وشك الولادة. طيب يا ابني بتاع اسكندرية يا ابني يا ميا مالحة يا ابني، يا سيدنا مراتي هتولد. وانا مالي يا ابني مراتك ما تولد. وكل ما يجي يقول له يا سيدنا مراتي هتولد، البابا كرولوس يقفل عليه. جت ساعة الولادة، مراته تعبت وولدت الجنين نزل ميت. يقول يعني يا ربي بعد 26 سنة، 26 سنة ويوم ما تولد ينزل ميت. المهم يعني راح للبابا كرولوس قال له يا سيدنا شايف اللي تنبأتنا بيه مات، فاحنا يا سيدنا 26 سنة يا سيدنا. قال له خلاص يا ابني، خلاص يا ابني. قال له خلاص يا سيدنا. قال له كفاية. سكت. قال له كفاية يا ابني. الراجل وقف ساكت. ايه كفاية دي؟ انت مش عايز تقول كفاية؟ قال له كفاية. قال له هيدي لك يا ابني لغاية ما تقول ايه كفاية. رجع من عند سيدنا، مراته حملت، جابت مينا. بعدها بسنة جابت له جرجس، بعدها بسنة جابت له افتكر مش عارف حنة ولا ايه، بعدها بسنة راح له. قال له يا سيدنا. قال له الحنفية فتحت على اخر يا سيدنا، عاوزين نقفل الحنفية. قال له قول كفاية يا ابني. قال له كفاية. قال له خلاص يا ابني مش هتجيب تاني. فضل يقول له لغاية ما تقول ايه كفاية، وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق. أستاذ جامعي دلوقتي في جامعة اسكندرية في كلية هندسة، ربنا يحافظ عليه، اسمه الدكتور مينا بديع، عقبال ما تفرحوا بأولادكم. دكتور مينا بديع كان صغير والبابا كرولوس راح يصلي صلاة عشية في كنيسة من كنائس اسكندرية، فهو طبعا كان شماس، والبابا كرولوس كان يحب القبطي قوي، كان يصلي قداساته كلها قبطي. فبيصلي البابا يعني الاواشي او الطلبات، فجاء عند اشيه الزروع والعشب، فكان مينا صغير ومش حافظها، لكن حافظ ايه اول كلمتين ثلاثه، المعلم عارف ان هو مش حافظ يعني. فيعني الشماس مينا قال ايه، اقول اول كلمتين والمعلم يلحقني بكرياليسون والعمليه ايه تعدي. فالبابا كرولوس عريقة تكسر شريط من نسي من النيروت انتو خل طاير بصد. وعمنا مين ده قال طوف المعلم كيريا. وراح البابا كرولوس بص لورا قال له طبعا ما مش حافظ يا اخويا، ما مش حافظ. ما انت بتغطي، انت مش بتغطي عليه هو، انت بتغطي على نفسك. لكن لما يتكسف وانه مش حافظ نقول يا معلم حافظ، انت ما جات على دماغ مين؟ على دماغ المعلم. قول من تاني يا ابني. الواد ما عرفش يقول. قال له جالك كلام يا معلم؟ حفظ الواد يا معلم. قال له طب ما كنايس كتير بتاكل المردات، اشمعنى يعني ومع البابا كرولوس اشمعنى جت عند مينا ده ووقفت؟ انا ما اعرفش، لكن صدق ولا بد ان ايه ان تصدق. شاب صغير صعيدي حلو كده جاي، وجاي مع والده في زيارة للقاهرة، لكن أخينا الشاب ده حاطط في دماغه إنه يروح الدير. فقال أزور البابا كرولوس، يا رب يظهر لي علامة البابا كرولوس موافق على رهبنتي ولا مش موافق. دخلوا عند البابا كرولوس، البابا كرولوس حط الصليب على رأس الراجل اللي هو أبو أخينا ده،
وجي عند صاحبنا ده راح مسك شعرياته كده من قدام وشدهم له، قال انا مبسوط قوي يا ابني من اللي في دماغك، اتكل على الله، انا مبسوط قوي يا ابني من اللي ايه اللي في دماغك، اتكل على الله. هو دلوقتي اسمه ابونا سمعان السرياني في دير السريان، راهب من الرهبان الكبار، ربنا يحافظ عليه. وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق. البابا كيرلس كان اسطوره حدوته في لبسه في اكله في شربه في سهره. يعني هل تتخيل ان البابا كيرلس كان المنديل اللي بينشف فيه عرقه هو المنديل المحلاوي الكبير قوي ده المطبق اللي فيه خطوط صفراء وسودة؟ يقول لك حلو يا ابني، حلو حلو، ده كبير حتى يا ابني الواحد يقدر ينشف فيه وشك، المنديل الصغير يا ابني ما ينفعش. هو اتضاع. هل تصدق ان البابا كيرلس كان يلبس الشراب القطن بتاع الجيش الرمادي ده؟ قول حلو يا ابني حلو، ده حتى ده بيدفع احسن من الشرابات اللي طلعت ليام دي يا ابني. هو الراجل عاش اتضاع ورقد في نسك واتضاع وصدق ولا بد ان تصدق. وعلى لكن النهارده انا عايز اتكلم معاكم على حاجه في صدق ولا بد ان تصدق، عن اكل البابا. اكل البابا، البابا كان بيروح له اكل في عمود اغلب الوقت، عارفين العمود الالمونيا ده، فكان البابا ياكل بحساسية شديدة جدا. يعني مثلا لو فردة من فرد العمود فيها شوية فاصوليا ما يخلصش عليهم، يخاف لا يقولوا عليه البطرك اكيل، كان حساس جدا. لو في ورك فرخة ما ينصروش، ما يمدش ايده ينصره، لدرجة مع الوقت لما الاخوة اللي بيشتغلوا معاه عرفوا عنه الحكاية دي كان ينسروا له حتة الفرخة ويزقها له وسط الرز عشان لما يأكل بالمعلقة ياخد معاها نساير فراخ. كان البابا كيرلس يتعامل بحساسية خاصة مع تلميذه، وكان يقول يا سلام يا ابني حتة الجبنة القديمة يا ابني بتفتح النفس، يعني تفتح النفس بالنسبة له دي حاجة يعني أمل، هياكل فيها كتير جبنة قديمة. في مرة كان في دير مرمينة مريوط، ما عارفش أنا كنت حكيتكم الحكاية دي من فترة، وكان في الخمسين، وانتوا عارفين الخمسين وقت الملوخية الخضراء وال يا سيدنا نفسك في ايه؟ فقال قولته المشهورة، قال أي حاجة. طب يا سيدنا نفسك، نفسنا تقول لنا نفسك في ايه اكل نطبخها لك؟ اي حاجة يا ابني. يا سيدنا معلش عشان خاطر مرمينا حبيبك قول لنا نفسك في ايه، ايه ما اكلتوش نفسك نعمله لك. فقال قولته المشهورة، قال له اي حاجة يا ابني تملى صفيحة الزبالة، اي حاجة يا ابني ايه تملى صفيحة الزبالة. ولما ضغطوا عليه عشان خاطر مرمينا وعشان خاطر المسيح واعمل معروف، قال له يا ابني انا من ايام الطحونة ما اكلتش ملوخية ناشفة. طب يا سيدنا ما احنا في وقت الملوخية الايه الخضرة ده، احنا في الخمسين ده يا ابني ملوخية ناشفة، جابوا له ملوخية ناشفة. يا سلام. واكل البابا كيرلس، وبعد ما اكل الحمد لله يا ابني ربنا يعوضكم كل خير يا ابني، كان نفسي فيها يا ابني. يا سيدنا ده احنا عنيلة ليك، ده انت تؤمرنا يا سيدنا. قال له شوف يا ابني الأباهة اللي احنا فيها والناس اللي داخلة وطالعة دي ما تسويش ليلة من ليالي الطحونة في الجبل. ايام الطحونة في الجبل يا ابني كان ربنا باصص لنا وكان ربنا اللي بيطبخ لنا. انتوا فاكرين لما كان عنده ناس وعنده عيل وطبطب على الولد كده وقال له يا حبيبي اقعد، الولد كده وقف قدامه وقال له انا عايز فول اخضر. طب اللي في الجبل ده يجيبوا له فول اخضر منين؟
ابوهم والولد. اقعد في الاخضر، احنا في الجبل، اقعد. فطبطب عليه كده ابونا مينا، قال له اقعد يا ابني، ربنا هيبعت لنا دلوقتي ايه فوق الاخضر. مفيش 5 دقايق وسمعوا راجل بحمار بينادي في الجبل، فوق الحراتي فوق الاخضر. اصلي هو الراجل ده ضاقت عليه الدنيا، يعني لما طلع الجبل عشان يبيع عند الراهب. يا جماعة المسألة مش مسألة، المسألة مسألة الغراب يجيب اكل، الغراب يجيب اكل، مين يصدق الغراب يجيب اكل؟ الغراب اللي بيخطف الاكل يجيب اكل، ولازم تصدق، ولا بد ان ايه. لما كنت يوم الاربع في الزهراء في مصر القديمة، ابونا عازر فكرنا بحاجة. كان البابا كرولس في ايامه الاخيرة جات له جلطة في رجله، ولما جلت الجلطة في رجله حدث امر غريب. الدكتور قال لهم يعني حاولوا تأكلوه حاجة تعمل سيولة في الدم. قالوا يعني زي ايه يا دكتور؟ تفاحة مثلا، تفاحة امريكاني. كان وقتها دير مرمينة ده لسه بقى يعني صحراء جرداء، لا فيها مية ولا فيها اكل، وحاجة كانت عذاب. فنزل عم وديع الفراش اسكندرية اوام وجاب 2 كيلو تفاح. كان وقتها كيلو التفاح ب150 قرش، وجاب 2 كيلو تفاح ونزل على دير مرمينة. وفي دير مرمينة حدث امر غريب جدا. بابا كرولس قال له كنت فين يا ابني؟ قال له كنت في مشوار يا سيدنا. كنت فين يا ابني؟ هو ده استخبى عليه حاجة؟ ده خبى علي حد الا كيرولوس الكبير الطويل ده، استخباش عليه حاجة. كنت فين يا ابني؟ انا ابني سنة كنت في اسكندرية. ويا ابني الكيس اللي انت سبته بره ده يا ابني؟ كيس. يا سيدنا ده كيس. قال ما انا عارف يا ابني كيس، جبت ايه؟ هو عارف لكن عاوزه ايه؟ هل اكلت من الشجر يا ادم؟ ما هو عارف انه اكل من الشجر. قال يا سيدنا ده كيس فيه تفاح. لمين يا ابني؟ قالوا لسيدنا. ليه أنا يا ابني؟ يبقى أولاد الرهبان يا ابني مش لاقيين المية، بنجيب المية بالجركن وكل واحد ياخد شوية، وأنا أكل تفاح أمريكاني؟ يبقى أولاد الرهبان مش طايلين المية، وأنا يا وديع أكل تفاح؟ روح يا ابني، أنا مش هحطه ببقى، روح رجعه تاني اسكندرية. يا سيدنا قال له هي كلمة واحدة، فما كان من عم وديع إلا خد الكيس ورجع اسكندرية تاني عشان يرجع الايه؟ التفاح. لان البابا مش عاوز ياكل تفاح، واولاده الرهبان مش طايلين الايه؟ مش طاولين المية. وصدق ولا بد ان ايه؟ هم ليه؟ ها؟ ده يعني واحد غيره، معلش ما انا عيان مش كده ولا ايه؟ ده الدكتور اللي وصفهولي مش كده ولا ايه؟ لكن عايز اقول لك المسألة مسألة تعفف. واحنا في الصيام وفي ذكرى البابا كيرلس، اذكر مرة في حكاية الاكل والحاجات اللي تخش بق البابا كيرلس كده، مرة من المرات واحدة ست بجلبية كده وطرحة وشال كده وداخلة بتقول له يا سيدنا انا جايبة لك حاجة بس ما تكسفنيش. قال لا الست ما نكسبكيش، جايبه ايه؟ الست راح ضربه ايده في جيبها وطلعت لمؤاخذة بالطين، فراح مسكهم في ايده كده قال لها بالطين. الناس اللي واقفين ايه ده؟ حد يجيب للبابا بالطين؟ بالطين حد يقدم للبابا بالطين؟ قال لها طب يا ست دول مسلوقين ولا نيين لحسن يغرقوا جيبه؟ يا سيدنا مسلوقين ما تخافش. طب يا بنتي عشا الغلابة عليك يا رب. وراح حط البطين ايه في جيبه، وطلع البابا فوق راح مطلع البطين قال له رافعين يا ابني؟ قال له نعم. قال له ربنا يا ابني بعت لنا بطين، انا خد بيضة وانت ايه؟ خد بيضة، ربنا بعت لنا عشان يا ابني. اظن يعني مين يصدق ان تصرفات بابا الكنيسة؟ لكن صدقوني هو ده البابا كيرلس. وصدق. واحد حبيبنا من الزقازيق كان راح يزور مدينة اسكندرية، واول مرة ينزل اسكندرية
راح المحطة عشان يركب القطر، لقى القطر ميعاده 12 و10 والساعة في ايده هو 11 الا 5، يعني عنده ساعة وربع تقريبا. فقال خلال الساعة وربع دي اروح اخد بركة البابا كيرولوس واجي. كان البابا كيرولوس في اسكندرية. فمعاه واحد صاحبه قال له طال يلا يا فلان، يعني حطوا ايديهم في ضمن بعض وبدوا يمشوا يدوروا على بطرخانة النصارى في اسكندرية، ما عرفوش يوصلوا. واحد قال له يعني يا شيخ والبابا كيرولوس يعني خلاص رجلنا وجعتنا، والساعة دلوقتي بقت 12 الا 10 ولا الا بتاع، يلا نرجع. قال له ما احنا عمالين نسأل مش لاقي حد يدلنا. لقوا عربية سودة السواق اللي فيها بيقول له اركب يا استاذ، انت عاوز ايه؟ قال له عاوزين نوصل البطرخانة، عايزين نوصل ناخد بركة البابا كيرلس يا عم، تعرف السكة؟ قال له طب اركب وانا هوديك. ركبوا عربية فخمة قوي محترمة، دخلت بيهم البطرخانة، ومش بس دخلت وعلى المقر ورجل السواق قالوا انتوا عارفين دي بركة عربية مين تركبينها دي؟ دي عربية البابا كيرلس نفسه. يلا يا استاذ اطلع خد بركة. قالوا معقولة نركب عربية سيدنا؟ قالوا مش انتوا طمعانين تاخدوا البركة؟ يلا. طلعوا خدوا البركة ونزلوا بيقولوا للسواق نوصل منين؟ قالوا امسكوا الشارع ده خلال 7 دقايق هتكونوا في المحطة في الوش على طول، ما تحودوش ليمين ولا شمال، وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق. واحد من كفر الشيخ واحد ضحك عليه في مبلغ محترم، والراجل اللي ضحك عليه وخد منه المبلغ ده راح له كده يعني قال له افلان المبلغ، قال له مالكش عندي حاجه واحليها كده لحسن اجيب خبرك البعيد. والراجل بقى راجل مفتري وعملهم على صاحبنا بتاعنا، صاحبنا اتملى بالغل، قال يعني يضحك علي؟ ده انا اجيب مسدس وراح اضربه بالنار، ده واخد مني مبلغ كبير زي بعضه. الراجل ده كان مصور يعني. فالمهم يومين ثلاثة البابا كيرلس وصل كفر الشيخ، والراجل واخد الكاميرا بتاعته راح يصور البابا كيرلس. فبابا كيرلس مكشر كده والتكشيرة بتاعته كده باينة قوي، فجي في ودن سيدنا قال له ايه؟ يا ريت تتبسم يا سيدنا. فالبابا كيرلس وطى دماغه قال له يا ريت يا اخويا تشيل اللي في قلبك انت من ناحية الراجل اللي ضحك عليك. انت عاوزني انا اتبسم؟ انت يا اخوي. قال سيدنا طب يعني اعمل ايه؟ قال له انا يا ابني زعلان عشانك يا ابني، انا مكشر عشان قلبك يا ابني، يا ابني اطلب الرب يا ابني اطلب ربنا يا ابني. قال له خلاص يا سيدنا. بيقول الراجل روحت البيت انا مبسوط قوي من البركه وانا مذهول، لقيت الباب بيخبط. الراجل اللي واكل عليه فلوس قال له تعالى يا عم اديك فلوسك، وان كنت عاوز عليها انا مستعد اديلك، بس ما تكونش في زعل بيني ما بينك، وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق. موقف القديسين وقعوا مع بعض ازاي؟ كان البابا كيرلس زعلان من واحد يخدم في مرمينة واخد على خاطره يعني، كان اسمه كمال حبيب. كمال حبيب ده بقى فيما بعد اسقف، بقى اسمه الانبابي من اسقف مدينة ملوي. فناس نقلوا كلام غلط عن استاذ كمال حبيب وقتها، فالناس المحبين قالوا لكمال لازم تروح تسلم على سيدنا وتاخد رضاه، يعني سيدنا يحب يشوف ولاده. فقال له خلاص، قال له تعالى معايا اخذه. فبيقول له البابا ايه ده كمال حبيب يا سيدنا؟ فرد البابا قال له هو كمال يا ابني لكنه مش حبيب، هو كمال لكنه ايه مش حبيب. قال له يا سيدنا؟ قال له طب يا ابني ان كان حبيب يجي بكره يقضي اليوم معاي. حاضر يا سيدنا. فكمال حبيب تاني يوم بدري راح بابا كيرلس خلص القداس وسلم نفسه، قال له اقعد يا ابني في السكرتاريه بره قضي اليوم معانا يا ابني. قال له حاضر يا سيدنا. قعد كمال حبيب وبيستقبل الناس اللي داخلين، عند سيدنا احنا عندنا مشكله عاوزين البابا. دخلوا عند البابا، ايه يا ابني الموضوع؟ قال يا سيدنا الموضوع كذا كذا، اكتبها في ورقه يا ابني. مسك البابا الورقه، يا كمال يا ابني. قال له نعم. قال له نزل دي على مذبح العذراء يا ابني اللي هيصلوا عليه قداس. حاضر يا سيدنا. شوجوا موضوع تاني، يا سيدنا الوقت في الجيش وشغلانه،
يا ابني الموضوع اكتبوه في ورقه يا ابني. يا كمال يا ابني. قالوا نعم. قال له خد يا ابني ودي دي على مذبح الملاك مخير ابن اللي هيصلوا عليه بعد شويه قدام. حاضر يا سيدنا. بقى كمال شغال طالع نازل شويه وجوم جماعه. يا سيدنا انا واخواتي في مشكله. اكتبها في ورقه يا ابني. يا كمال يا ابني. قالوا نعم. قالوا ودي دي على مذبح مريمين يا ابني. حاضر يا سيدنا. نزل في مذبح مريمين. قالوا حط على مذبح مريمين. شويه وجت مشكله ثانيه. يا كمال يا ابني. قالوا حط دي على مذبح ماري مرقص يا ابني. نزل حط على مذبح ماري مرقص. واتغدى كمال حبيب والبابا كرولوس دخل وقفل على نفسه. واخر النهار الناس تعاول مشكله العدل جايين فين سيدنا خير. المشكله اتحلت الحمد لله. يا كمال يا ابني. قالوا انزل يا ابني اعمل بهم تمجيد للست العدرة يا ابني سلام الرب عليها خلصت المشكله. الحمد لله. خدهم للمعلم. يا معلم نعم اعمل تمجيد للست العدرة. حاضر. عمل التمجيد. شويه جم الناس بتوع مشكله الملاك مخيل. الحمد لله الواد اللي كان غايب في الجيش رجع والحمد لله وجايين بس نشكر سيدنا. انزل يا ابني عند الملاك مخيل. ايه مشكله ماري مرقص مع اصلاده شويه. الناس اللي حطوهم عند ماري مرقص ايه مجوش. فقال له يا كمال يا ابني. قالوا نعم. قالوا يظهر ان احنا غلطنا يا ابني. قالوا ايه سيدنا. قالوا بعتنا مريمينا قبل ماري مرقص وده ما يصحش يا ابني. وراح بص البابا كرولوس قال له حقك علينا يا عم معلش فوتها المره دي والمره الجايه ناخد بالنا منك. ناس يا سيدنا بره ايه الحكايه. الناس بتوع ماري مرقص ايه جم. امال ايه كل واحد في دوره يا جماعه. كل واحد ايه في دوره. وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق. انا واحد من الفيوم يعني اسمه موجود عندي بيقول صحي لقى زوره بيحرقه شويه زوره اتحاش. راح الدكتور في الفيوم كتب له روشتة ما نفعتش. جه الدكتور اسكندر حبيب معروف طبعا اشهر دكتور امراض الزور والحنجرة في القاهرة استاذ في الجامعة. قالوا ناخد عينة من الحنجرة. اخد عينة فطلع عنده اورام سرطانية في الاحبال الصوتية. فطبعا مش قادر يتكلم مش عارف يتكلم. العملية صعبة خالص. فنعمل ايه ونسوي ايه. فقالوا يعني احسن تتعالج برا. وتعالج برا ويعني هتتشال الحنجرة ويركبولك البعيد جهاز تدوس على الزماره وتضغط الاحبال الصوتيه يعني اشبه بالخرس شويه كده. فصعبت عليه نفسه والراجل نام ودمعته على خده وبدا في عتاب مرير جدا. يقول يعني يا بابا كرولوس ده انت بتروح للغريب وللقريب وللبره وللي جوه انت يعني اعمل ايه. انا صعبان عليا منك. بص لقى البابا كرولوس جاله كده في الحلم ولا في رؤية. قال له ايه يا اخويا هم شوية التهاب وهيروح. افتح بقك افتح بقك بقول لك. البابا كرولوس طبعا انتوا اللي شاف البابا كرولوس منكم كان صباع البابا كرولوس. البابا كرولوس كان عليه كف كان يضرب احيانا كان يضرب بس ايه لما واحدة تكون مثلا لابسة لبس مش عارف ايه واحد داخل على البابا بقميص كده كم من غير كم يعني يقول له يا ابني انت كنت بتغسل دب. فكان صباع البابا كيرولوس زي صباع الموز المغربي كده يعني. ابو مينا بيقول انا دقته. ما باين يا ابو مينا بركته معاك. فالبابا كيرولوس بيقول راح مد صباعه فزور الراجل ده. فراح الراجل قعد يكح طبعا. واحد مد صباعه فزوره. الناس ايه يا بابا في ايه الف سلامه. قالوا شال ايده الحمد لله
شال ايده الحمد لله. قال انت بتتكلم يا بابا؟ شال ايده. اديني يا بنت شويه ميه. شال ايده. مين يا بابا؟ يا بنت شال ايده، هات شويه ميه. يا بابا في ايه؟ بس ما شال ايده خلاص، ده حط صباعه. مين؟ قال لهم البابا كيرلس. الناس قعدوا يمجدوا ربنا. الراجل اللي ما كانش بيتكلم خالص وكان هيسافر بره عشان يعمل عمليه ويشيل الحنجره، شال ايده خلاص. رجع للدكتور اسكندر حبيب، اخذ عينه، قال له الحنجره اللي عندك حنجره صبي عمره 15 سنه، وصدق ولا بد ان ايه؟ ان تصدق. ايام ما كان عايش البابا كيرلس كان في واحده ست عندها بنت عمرها 5 سنين 7 سنين. البنت يعني في يوم من الايام سخنت، على ما الليل تاني يوم البنت ماتت، وكانت البنت وحيدة. الست فضلت طلتم 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 بطريقة يعني فيها شيء من الجنون، على مدى يمكن 15 ساعة متواصلة، كل ما يسكتوها طلتم 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 لغاية ما بعد عنكم نظرها تحاش. فبعد ما بدت الامور تهدى شوية ودوها لدكتور واثنين وثلاثة. الدكاترة قالوا يعني في تهتكات في الشبكة البصرية، والعلاج يعني قد يجيب نتيجة وقد ايه ما يجيبش، يعني الامل مش عايزين ندي امل. فاللي حصل اني الست طبعا موقف فيه شيء من اليأس وفي شيء من الاحباط وفي شيء من الحزن وفي شيء من الزعل، في شيء من الكآبة، في شيء من فقدان البنت مخلي عندها مرارة، تعمل ايه؟ فالناس قالوا لها تعالي زوري البابا كيرلس. فكان البابا كيرلس عايش، فواحدة حطها في دراعها كده بتقول له صلي لها يا سيدنا. ما قلتلوش اكتر من ايه؟ صلي لها يا سيدنا. سيدنا البابا حط ايده الصليب على راسها كده، قال لها يا بنتي ما سمعتيش؟ لا تحزنوا كالذين لا رجاء لهم. بتلطمي ليه؟ على حال يا بنتي بعد القداس هتشوفي. الست حضرت القداس وبتقول انها بعد القداس احست بنغز ابر في عينيها، اثناء ما البابا كيرلس كان بيرش الميه، نغز ابر في عينيها. فبعد ما حست بالنغز ده بتعرق في عينيها، بصت لقت نفسها فتحت ورجعت ماشيه على رجليها ورجعت زي الفل، ورجعت يعني واخده درس ان الحزن، ان الكآبة، ان عدم الايمان، عدم الاتكال على الله، عدم التسليم بيؤدي الى خطية اخرى اسمها فقدان الرجاء. وصدق ولا بد ان ايه؟ ان تصدق. واحدة ست فاضلة معروفة لكاهن معروف يعني، في يوم من الايام حست بألم في صدرها، وهي عندها في الوقت ده حوالي 40 سنة، هي طبعا دلوقتي بقت مسنة خالص. فالمهم يعني قالت لجوزها انا عايز اروح اكشف. قال لها روحي يعني، ما في اطمني فيش مشاكل يعني. فراحت، فالدكتور يعرف جوزها، فاللي حصل رفع سماعة التليفون وقال له انت ازاي ساكت عليها؟ انت عارف عندها ايه؟ قال له في ايه يا دكتور؟ عندها ورم في صدرها. انت ازاي ساكت؟ انت عارف الورم ده معناه ايه؟ قال له يعني ايه؟ قال له انت دي خطيرة جدا، دي عايزة عملية وبسرعة. ماشي، عايزة عملية وبسرعة. يعني قدام الامر الواقع، دخلوا الست قط العمليات. فالدكتور جاله شيء زي هاتف كده، قال بدل ما تبتر الستر افتح، وكان من ربنا. فتح الستر بالمشرط، لقى جواه غدة محجرة عبارة عن لبن ناشف من مدة، وبدأ يكبر 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 لغاية ما جاله وقت عمل زي الكلكيعة. فراح شاير الورم ده وحلله، طلع كويس جدا. فقالوا لها ايه حكايتك؟
من ساعة ما قلنا لك ورم قالت انا هقول لكم، اصل انا رحت عند البابا كيرولوس، والبابا كيرولوس عطاني قطنة زيت دهنت بيها صدري، فحول الشيء الى ايه؟ الى شيء، وغير المستطاع عند الناس مستطاع عند ايه؟ عند الله. انا عارف ان ربنا عظيم جدا في افعاله، هل يستحيل على الرب شيء؟ في حاجة ربنا ما يقدرش عليها؟ لكن هذا هو الله، وصدق ولا بد ان ايه؟ ان تصدق. واحد اهدى واحد صورة ورق للبابا كيرولوس عجبته قوي، حب البابا كيرولوس خالص، فراح عند بتاع البراويز قال له اعمل لي اغلى برواز للصورة دي. قال له للأسيس ده، طبعا الراجل بتاع البراويز ما عرفش الأسيس والمطران والبطرة، للأسيس ده. قال له يعني في برواز ب90 جنيه؟ قال له لو عندك اكتر من 90 جنيه اعمله. عمل برواز فخم جدا للبابا كيرولوس، واخد البرواز وروح يقول لمراته ايه رأيك بقى برواز، قولي البرواز ده يسوى كام؟ قالت له 20 جنيه. قال لها لا، فوق 30 جنيه، 40 جنيه، 50 جنيه. قالت له 90 جنيه. ليه يعني؟ هو مش البرواز هيبقى زي اي برواز يعني؟ والبابا كيرولوس يزيد ايه عن بقية الناس يعني؟ هي اللي جابته ايه لنفسها وعلق البرواز. والراجل يعني زي ما تقولوا صدم من كلام مراته، فدخل نام وسابها. فشوية ودخلت بتقول له فلان فلان، قال لها في ايه؟ قالت له قوم. قال لها في ايه؟ قالت له الصورة اللي انت جبتها مولعة. مولعة؟ قالت له ايه؟ قوم ده تعمل حريقة في الشقة. قام يبص الراجل لقى فيه، قالت له شايف اهو الدخان طالع. قال لها استني. بعد شوية لقوا الدخان ده مش دخان، ده بخور، لان صورة البابا كيرولوس اللي مبروزها الراجل فيها شورية، فالشورية بتاع البابا كيرولوس اشتغلت في الايه؟ في الصورة. فالشقة اتملت بخور، فالست وقفت تبكي تقول له سامحني يا سيدنا، 90 جنيه، ده انت مقامك صورة برواز 90 جنيه؟ ده انا غلطانة، كنت مستكتر عليك 90، ده انا لو اطول اعملها منين عيني اعمل لك البرواز. واعتذرت وقدم التوبة وصدق، ولا بد ان ايه؟ ولا بد ان تصدق. هو ده عمل النعمة يا احبائي. الله يريد الجميع يخلصون والى معرفة الحق ايه؟ يقبلون. يا ريت ربنا يدينا ويديكوا نعمة ونقول له خدنا على جبل عالي وهنينا بجلسة معاك، كل القلوب هتفرح وتهلل برؤياك. صدق ولا بد ان تصدق. ابونا مينا المتوحد لما كان في مصر القديمة وهو عايش في كنيسة مريمين الزهراء اللي هو البابا كيرولوس قبل ما يبقى بطرك يعني، كان معاه تلميذ رهبان عايش معاه بيخدمه على امل بكرة وبعده يبقى راهب. فهو يظهر نوى يرهبنه، فقال له يا ابني روح سلم على اهلك وناسك يا ابني عشان يعني مشتاقين يشوفوك. قال له ابونا انا مبسوط ومش عايز لا اروح كده ولا اروح ولا اجي، انا مبسوط كده. قال له يا ابني روح شوف اهلك يا ابني، روح مع مخيل افندي، مخيل افندي اللي هو اخو سيدنا يعني قبل ما يبقى قسيس في مصر القديمة، خده معاك يا مخيل افندي اسكندريه يزور اهله وناسه. اسمع يا ابني ابن الطاعه تحل عليه البركه، روح الله وضب هدومك. اللي راح يوضب هدومه اختفى. نزل مخيل افندي يدور عليه في الحوش في الكنيسه فوق في دوره الميه في اي حته، طلع لابونا مينا قال له كده اه الواد هرب كده برضه يا ابونا مش عاوز يسافر. قال له مين قال لك يا عم انه هرب؟ قال له نزلت يا ابونا دورت عليه لا في الكنيسة ولا في اي حتة تحت خالص، مش قلت اي حتة. قال له يا عم هو تحت. قال له يا ابونا انا دورت عليه. قال له لا يا اخو ما دورتش كويس. قال له ادور عليه فين؟ قال له انت خش الكنيسة. قال له بعدين؟ قال له تلاقي المعمودية عليها غطاء صاد كبير،
ارفع الغطا بتاع المعموديه تلاقيه مستخبي جوه المعموديه. نزل مخيل افندي دخل الكنيسه رفع الغطا لقى الاخ طالب الرهبانه ده مقرفص جوه المعموديه وقاعد ايه مستخبي. قال له قوم يا عم. قال له نفسي اعرف عرفت الطريق ازاي. قال له هو اللي قاعد فوق ده في حاجه بتستخبى عليه. ما انت عارف صدق ولا بد ان ايه ان تصدق. بابا كيرلس على قد كده يا جماعه كان مثال للاتضاع، مثال حي للاتضاع. يعني مثلا هقول لكم موقفين يدلوا على اتضاع البابا وسماحه البابا، السماح والغفران والقلب الحنين ونسي الاسيه والعظمه اللي كانت في قلب البابا كيرلس. فواحد كان راح للبابا كيرلس وهو بابا قال له يا سيدنا عندنا واحد عيان وعاوز قطنه زيت. قال له اه يا ابني وماله. فراح البابا كيرلس جاب ازاز زيت كبيره كده وجاب قطنه وبيعمل له بيبلله القطنه بالزيت. فالراجل مدد ايده عشان ياخدها، نزلت قطنه زيت على ايد الراجل. فالبابا كيرلس قال له خلاص يا ابني شوف يا ابني الحوض ده. قال له ايوه يا سيدنا. قال له اغسل ايديك يا ابني في الحوض ده وتعالى. الراجل راح لقى صابونه قاعد يصبن ايده ويغسل ايده كويس. بعد ما غسل ايده كويس بيتلفت ورا عشان يعني يروح سيدنا، لقى البابا كيرلس واقف ماسك له الفوطه عشان ينشف ايديه. شوفوا قد ايه وداعه الراجل، شوفوا قد ايه اتضاع البابا، شوفوا قد ايه السماحة والابوة. يا سيدنا العفو. قال له ايه يا ابني انت مش ابني؟ هو عيب لما الاب يمسك لابنه الفوطة يا ابني؟ ابوة عجيبة، ابوة عجيبة. اديك موقف تاني على سماحة البابا وقلبه الحنين. واحد في اسكندرية على ما افتكر اسمه نظم بيه، ايام خلو الكرسي قبل البابا ما يبقى واترك، قالوا ده المرشح راهب اسمه ابونا مينا المتوحد. كتب مقالات في الجرايد ضد مينا المتوحد ده، قال عنه ان ده راجل سحار وراجل مش مظبوط وراجل صفته وصفته وبتاع. والمهم يعني شرح بايه به الايه الدنيا. لكن ربنا عايزه فجيه بابا كيرلس بقى بطرك وراح اسكندريه. فالمهم نظم بيه ده قال عليه حلو ما يعرفش شكلي، انا اخش اسلم عليه وهو يعني هيقول لي اسمك ايه. فالبابا كيرلس داخل واقف كده بيسلم وصاحبنا اللي جه يسلم، سلام يا سيدنا نورت الكرسي. قال له انت شايف كده يا نظم بيه؟ الراجل وقف اتصمر، لقى البابا كيرلس بشوش كده وحلو وبينبسط. قال له ما تزعلش مني طيب يا سيدنا. قال له لا يا ابني وانت شرحتني انا؟ انت شرحت ابونا مينا المتوحد، وابونا مينا المتوحد مات يا ابني. انا الوقت اسمي انبا كيرلس، انا مالي ومال مينا المتوحد يا ابني؟ يا حبيبي ده انت ابني وانا ابوك وانت ما تكونش زعلان مني يا ابني. هو مين يزعل من مين؟ ولا مين غلط في مين؟ ولا مين احق بالندم والتوبة؟ البابا كيرلس كان مثل حلو للحب والقلب الكبير. يعني من ضمن الحاجات الجميلة ابونا يوسف اسعد الله ينيح نفسه كان اتعرض لمشكله معينه يعني في الخدمه. فقال يعني انا كان متضايق خالص، قال انا مش هفتح حد في الموضوع ده لكن اروح اقوله لابويا انبا ايه انبا كيرلس. فاول ما دخل على انبا كيرلس والاثنين اتقابلوا في السماء قال له تعال يا حبيب ابوك تعال، عملت ايه في الموضوع اياه؟ قال له موضوع ايه يا سيدنا؟ قال له للناس حكولك عليه امبارح. قال له حد قال لقداستك؟ قال له لا يا ابني اصل انت مش عارف الموضوع، انا هقول لك الموضوع. وبدل بابا كيرلس يشرح له تفاصيل كانت خفيه على ابونا يوسف ريحت ابونا يوسف خالص في الموضوع. اصل السر يا جماعه زي ما بيقول السيد المسيح اعرف خاصتي وخاصتي ايه تعرفني. علشان كده يعني الحب والدالة والابوة اللي كانت بين البابا كيرلس واولاده دالة مصدرها الروح القدس، الروح القدس. مرة البابا كيرلس كان في دير مارينينا وقال لعم عزم الله ينيح نفسه ويرحمه التاني ومدفون عندنا هنا، قال له عزم يا ابني جهز العربية عشان نسافر يا ابني. قال له حاضر يا سيدنا. نزل عم عزمي
يحاول يدور في العربية ان العربية تدور، مفيش. عم عزمي عنده فكرة طبعا طول عمره سواق، لم الرهبان مش عارف يزقه في العربية، المهم دور العربية يحاول يطلع بيها في حاجة اسمها اسطوانة الدبرياش، فوتت العربية مش هتتحرك من مكانها. فراح يعني قال اعمل ايه، اروح اقول لسيدنا العربية ايه باظت، يقعد له هنا يوم ولا اتنين لما العربية ايه تتصلح، مش هتخرب الدنيا يعني. هو رايح لسيدنا في السكة كده من ناحية العربية بتاع، لقى العواصف قامت والزوابع والواحد مقدرش يشوف قدامه نص متر. دخل قال له يا سيدنا العربية دوران مش عايزة تدور، ولما دورناها مش عاوزة تمشي، ولو حبيت تمشي للوقت العواصف قايمة مش هنشوف قدامنا، فايه رأي قداستك؟ قال له هو عملها يا ابني. قال له مين اللي عملها يا سيدنا؟ قال له انا هوريك دلوقتي، تعال يا ابني. سحب العكاز بتاعه والصليب وراح وقف قدام صورة مارمينه وقال له انت عاوز ايه يعني؟ مش كفاياك 3 ايام يعني؟ احنا قررنا نمشي يعني هنمشي، وبطل الحركات دي. هاتي عزمي يا ابني كوباية مية. عم عزمي جاب كوباية مية وراح رشم البابا كرول الصليب كده على ناحية ده، العواصف سكتت، وراح نفخ في الميات ورشمهم على العربية وركب العربية. دور يا عزمي يا ابني، العربية دارت. الله، ده احنا مدورينها بطلوع الروح، 9 رهبان كانوا بيزقوا في العربية بتاعة البابا. مش قال له سيدنا دارت؟ قال لك مش هتمشي. قال له اطلع يا ابني، ما خلاص اصطلحنا مع مرمين يا ابني. عم عزمي حط رجله على البدال، لقى البدال عالي، دور العربية طلعت، واسم الصليب يعني يمكن ما عطلتش من ساعتها. صدق ولا بد ايه، عبد ومرزول وسط عبيدك، شيء مش معقول ترفعني بايدك، خلتني حبيب يا اعز حبيب، انا شاكر فضلك. في كواكب الفردوس خادم الربي صوص ديادر البار موس بنيوت أباكير النوس اختاره عمانوئيل أثار أن يستقيل ليكون خادم الإنجيل بنيوت أباك فضل حياة الخلوة سلك طريقا قربا أعطاه الله حكمة بنيوت صلى في الطاحونة باكر وعشية أعطاها الله معونة بنيوت أباكير اللوت أرشده عمانوئيل قام بعمل جانين في درع صموئيل بنيوت أباكير اللوت اختارته عناية الله ليكون راعي الروعة كان يبكي بمرارة بنيوت أباكير اللوت عظيم في جهاده حكيم في إرشاده اختاره الرب له بنيوت أباكير اللوت أشفق على القطيع
لم يتركه يضيع، رافقه بقلب وديع. مضطدع بالحقيقة، محب الخليقة، صديق الملائكة. بن يوسف بكير النور قام وقت الأصحار في القوة والأمراض ليسبح رب القوات. بن يوسف بكير النور الله اشتم صلواته وبخور مع أصوامه، قابلها قدامه. بن يوسف بكير النور السلام لرجل الصلاة، السلام لمحب الإله، وقابل الخطى. بن يوسف بكير النور في مدة قصيرة قام بأعمال كثيرة بمعونة رب الخليقة. بن يوسف بكير النور بأعجوبة أعدنا رفعة حبيبنا مريموروس كاروزنا. بنى الكاتدرائية وكنائس كثيرة، نشر المسيحي يا بن يوسف بكير النور في كنيسة الزيتون زهرات الأم الباتون في عهد الراعي الحنون. بن يوسف بكير النور بيده عمل الميرون بين من بعد طول السنين. بن يوسف بكير النور دعاته السماء فلبى النداء وراح للآباء. في ساعة انتقاله قال الرب يرعاكم وأكمل جهاده. بن يوسف بكير النور اذكر وحدة الإيمان واذكرنا في كل أوام أمام الله الديان. بني
أنظموا اليوم ذيح لحبيب يسوع المسيح باليوم تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين الكل يقولون يا إله البابا كيرلس أعنا أجمعين أكسيوس بابا أباكير